في يوم العيد لم يدم الهدوء طويلا في محيط مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وتسعى القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فرض سيطرتها عليها. وبعد فترة صباحية اتسمت بالهدوء سوى ما شهدته المناطق الساحلية جنوب شرقي المدينة من قصف بطائرات التحالف بقيادة السعودية، اندلعت عند الظهيرة اشتباكات على جبهة القتال الرئيسية. وحسب مسؤول عسكري يمني فإن القوات الموالية للحكومة اليمنية بقيادة قوات إماراتية تقدمت لتصبح على بعد أمتار من مطار الحديدة وفق تعبيره. السيطرة على المطار إن تمت ستكون خطوة أولى للقوات الموالية للحكومة نحو السيطرة على المدينة بأكملها، بما في ذلك ميناؤها الحيوي المطل على البحر الأحمر. وفيما دعت قيادة الحوثيين أتباعها للتوجه إلى الحديدة، قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء لمنع وصول التعزيزات. ومع دخول معركة السيطرة على الحديدة يومها الثالث، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إبقاء مينائها مفتوحاً رغم الحرب. وفيما تخشى الأمم المتحدة من ارتفاع عدد المعرضين للمجاعة إلى 18 مليون شخص بنهاية العام الجاري ما لم تتحسن الأوضاع، تقول السعودية والإمارات إن لديهما خططا لتحسين إمدادات الأغذية بمجرد السيطرة على المدينة. وذكر مسؤول إماراتي أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إماراتيا للحصول على معلومات استخباراتية والمساعدة في إزالة الألغام وتقديم معلومات مراقبة جوية لعملية الحديدة، بيد أن وزارة الدفاع الفرنسية قالت إنها ستزيل الألغام من الميناء ومحيطه لأسباب إنسانية تتعلق بالسماح بدخول المساعدات بمجرد اكتمال العملية العسكرية.